أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول بعض الناس إن مذهب الجهمية الآن قد انقرض ولا يوجد في هذا العصر منهم أحد، فهل هذا القول صحيح؟ وش يدريه أن الجهمية انقرضوا؟ هو يعرف الجهمية ويعرف مذهبهم حتى يعرف أنهم انقرضوا؟ الجهمية موجودون وكتبهم موجودة وأتباعهم موجودون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.